مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الحدث. نقف فيها عند أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي وردت في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 24 لعيد العرش. لمناقشة محاور هذا العدد يسعدنا كثيرا أن يكون معنا من الرباط الأستاذ محمد جدري، وهو خبير اقتصادي. أهلا وسهلا بك معنا. كما يسعدنا أن يكون معنا من الدار البيضاء الأستاذ طارق القدالي، وهو أستاذ جامعي وخبير في الحماية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك معنا. كما يسرنا أن يكون معنا من بوسنيقة الأستاذ يوسف القراوي الفيلالي، وهو رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير. دكتور القراوي، أهلا وسهلا بك معنا. أبدأ معكم الأستاذ طارق القدالي. عندما نتحدث عن السياق العالمي المتسم باليقين، ونتحدث عن سياق محلي كذلك صعب نظرا لسنوات الجفاف المتتالية، لتباطؤ نسبة النمو، لتكاليف العيشة الغالية كذلك، ما هي أبرز التحديات التي تواجه المملكة اليوم؟ طبعا سيدتي الفاضلة، هي تحديات عالمية، والمغرب يعيش في إطار يعني قرية صغيرة لا يمكن أن يسدنا من هذه التداعيات العالمية، سواء على المستوى الجيوسياسي أو على المستوى الاقتصاد الوطني. فنعلم كما يعلم الجميع أننا مررنا بأزمات، ننطلق من الأزمة الوبائية لكوفيد، انطلاقا من أزمة الحرب الأوكرانية الروسية، إلى غاية بالنسبة للمسائل الداخلية المتعلقة بسنوات الجفاف التي أدت إلى ارتفاع نسب التضخم بنسب غير مسبوقة منذ سنة 1992، بنسبة التضخم تصل إلى 6%، فهي يعني أعطت مجموعة من الدروس للمملكة المغربية، واستفدنا يعني من الجائحة ومن هذه الأزمات على ضرورة ما يسمى بالتأقلم الاقتصادي مع الظرفية الراهنة. وعندما نقول تأقلم اقتصادي، لابد من ضرورة إعطاء دفعة قوية وتسريع من وتيرة الإقلاع الاقتصادي، ويعني تأهيل المقاولات ومساهمة القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام في التنمية الاقتصادية المحلية، وتعزيز ما يسمى بعلامة صنع في المغرب. ومن هنا نرى بأن صاحب جلالة الملك محمد السادس من خلال يعني 4 سنوات يعني من الحكم، 24 سنة من الحكم، أعطى مجموعة من يعني الخيارات الاستراتيجية للدولة المغربية لتنتقل إلى دولة الأمة، دولة الابتكار ودولة الإنتاج. ولاحظنا أن تم تعزيز الإقلاع الاقتصادي بإنشاء ما يسمى بصندوق محمد السادس للاستثمار بأكثر من 45 مليار ديال الدرهم. نتحدث عن تأهيل ما يسمى أو استثمار أكثر من 550 مليار ديال الدرهم لأول مرة، من أجل توفير أو ما يسمى بالحد من البطالة، بتأهيل أكثر أو بتوفير أكثر من 500 ألف منصب شغل. فهي تحديات أخرى تجعل من المغرب يتأقلم، وهذا التأقلم بحد ذاته يمكن أن نؤهل القطاع الصناعي حتى نتجاوز ذلك الدور الذي كنا نقول بأن المغربية دولة يعني فلاحية باستثمار، وكل الفلاحة تتأثر بظواهر طبيعية. وبالتالي فلاحظنا أن على مستوى يعني الصادرات، أصبح المغرب من خلال الأرقام مسجلة من مكتب الصرف، نسجل في مجال السيارات أكثر من 111 مليار ديال الدرهم، والفوسفات 115 مليار ديال الدرهم، على مستوى النسيج والجد اكثر من يعني تقريبا 43 مليار ديال الدرهم، ياتي القطاع الفلاحي في الاخير بنسبه 81 مليار ديال الدرهم. اذا هنا تنوع على مستوى الاقتصاد، وهذا التنوع من يعني في حد ذاته ان تكون المغرب او كقوه اقتصاديه قادره على التاقلم مع الظروف المناخيه المتغيره، وبالتالي ان نضمن ما يسمى بصمام امان على المستوى الاقتصادي في اطار تاهيل الاقتصاد المغربي حتى توفر تلك السيادة الاقتصادية والأمن الاقتصادي في مواجهة هذه التداعيات سواء الاقتصادية أو الطبيعية. دكتور القراوي، أهلا بك. عندما نتحدث عن هذه التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة اليوم، ما هي أبرز المؤشرات التي ترى أنها مهمة لنتوقف عندها؟ دكتور القراوي، هل تسمعني؟ نعم سيدتي أسمعك، شكرا مرة أخرى على الدعوة الكريمة. هو الملامح المغرب في أفق 2030 اتضحت مع يعني خطاب العرش والخطاب الملكي السامي، الذي أعطى يعني التوجهات الكبرى التي يتعين علينا أن يعني نتبعها من أجل يعني الوصول
إلى مغرب التنمية، مغرب التقدم، المغرب الذي نطمح إليه منذ سنوات، والذي سيمكننا أيضا من بلورة النموذج التنموي المنشود. طبيعة الحال هناك يعني أوراش كبرى أشار إليها جلالة الملك، الورش الأول والأساسي والاستراتيجي اللي كيتعلق بالاقتصاد والقطاع الفلاحي، تدبير الموارد المائية، هذه نقطة أساسية جدا. ويعني الإشارة الملكية كانت واضحة في هذا الصميم، ويعني حتى الرسالة وجهت للحكومة من أجل تكثيف الجهود والجدية أكثر والعمل من أجل توفير الموارد المائية ومد جسور يعني التواصل أيضا بين جميع المكونات وجميع السلطات العمومية في الأقاليم وفي الجهات، والهدف طبيعة الحال هو توفير الموارد المائية في 12 جهة من المملكة طبيعة الحال لتوفير الأمن الغذائي ولتوفير يعني المياه السقية الأساسية والرئيسية للفلاحين، باش أننا نضمن واحد مستوى ديال النمو مهمة، وهذا أيضا يعني يتماشى حتى مع مشروع قانون الملك لسنة 2024 اللي ركز وقال صراحة أن يعني القيمة المضافة الفلاحية تكون أكثر أهمية من القيمة المضافة غير الفلاحية، يعني اللي فيها الخدمات وفيها أيضا الصناعة، وبالتالي هناك اهتمام كبير بتدبير الموارد المائية، ومستقبل الأمة مرتبط يعني بتوفير الموارد المائية وبالأمن المائي اللي خصنا نتوفروا له، ولكن طبيعة الحال خص حسن الإرشاد لاستعمال ديال المياه. ثم هناك نقطة أساسية جاءت في الخطاب الملكي وهي تتعلق بطبيعة الحال بالجدية في الاستثمارات. عندما نتحدث عن الجدية في الاستثمارات منذ سنوات ونحن نسمع الأضرفة المالية ونسمع يعني واحد المبالغ مالية مهمة تعبأ من أجل الاستثمارات، وبطبيعة الحال تبقى هذه الاستثمارات يعني محدودة من ناحية الإنتاجية، لأنها استثمارات ليست فيها المردودية، استثمارات ليست فيها النجاعة المطلوبة، وبالتالي تبقى استثمارات في المنشآت وفي البنيات. اليوم طبيعة الحال يعني الرؤية الاستثمارية يجب أن تتغير، والعقلية الاستثمارية أيضا في كلمة واحدة، في الجدية، يعني دراسة الجدوى، دراسة المشاريع، تتبع تنفيذ المشاريع، وخصوصا مردودية المشاريع، وهذه أساسية جدا. إن عندما نعبئ مجموعة من المبالغ المالية، ما هو أساسي جدا بطبيعة الحال وإنجاح هذه المشاريع وتفعيلها من جهة لكي تجلب استثمارات أجنبية، وبالتالي يكون هناك مجموعة من الاتفاقيات ومجموعة من الشراكات بالقطاع العام والخاص التي ستخلق فرص الشغل، وبالتالي نقلص من معدل البطالة الذي هو مرتفع جدا اليوم، وصل إلى 13%. ثم أيضا يعني المواطن المغربي يحس بأن هناك واحد خدمات في الجودة تتعلق بالصحة، بالتعليم، بالسكن، وهذه كلها محاور أكد عليها النموذج التنموي. واليوم جلالة الملك يؤكد على الجدية في الاستثمارات، وهذه الجدية تخص القطاعين، القطاع العام وأيضا القطاع الخاص. حتى القطاع الخاص عندما يقوم بتعبئة مجموعة من المبالغ المالية عبر تمويلات بنكية، يجب أن تكون دراسة جدوى، دراسة تنبني على التنافسية، على خفض الكلف، هذه أساسية جدا لكي نستطيع تصدير يعني السلع والبضائع ديالنا، وتكون هناك قابلية الجودة، ولكن أيضا التحكم في الكلف والتنافسية، وتقديم يعني واحد الخدمات، واحد السلع، واحد المبالغ اللي هي متحكم فيها لكي تنافس المنتجات الشرقية والمنتجات الأجنبية، هذه أساسية جدا. طيب. والقطاعين العام والخاص مدعوان إلى أكثر من جدية لكي يستثمر أكثر يعني في القطاعات الواعدة. نقطة أخيرة سيدتي إذا سمحت لي، وهناك أيضا الاقتصاد الأخضر، وأشار إليه جلالة الملك، يعني الهيدروجين الأخضر، فقط يعني كإشارة تقنية، متر مكعب من الهيدروجين الأخضر يمكن إنتاجه بلتر واحد من الماء و8 كيلووات من الطاقة الكهربائية. يعني أن سنعود إلى هذه النقطة، غير مرتفعة، ولكن الاستثمار يجب أن يكون منتج. نعم، سنعود لهذه النقطة في حيز زمني مهم. الأستاذ محمد جدري، أتمنى أنك معنا الآن، مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور معنا. عندما تحدث الخطاب على بوادر أو مؤشرات على تراجع نسبة التضخم، المغرب معني بهذه البوادر، وكيف يمكن أن يستفيد منها؟ بطبيعة الحال
الاقتصاد الوطني خلال 3 سنوات الماضية يعني عانى الأمرين، يعني من آثار الجائحة وكذلك التضخم العالمي، بالإضافة لهذه الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على سلاسل الإنتاج وسلاسل التوريد. ما خصناش ننساو بأن الفاتورة الطاقية خلال السنة الماضية تجاوزت 150 مليار ديال الدرهم، يعني ما يعادل واحد 15 مليار ديال الدولار. اليوم عندنا مجموعة من القطاعات اللي هي تعاني من ارتفاع في تكلفة الإنتاج. نتكلموا أساسا عن القطاع الفلاحي كل ما يتعلق بالبذور والأسمدة، نتكلموا عن القطاع ديال البناء، اليوم المواد البنائيه وصلت لمستويات قياسيه، نتكلموا عن القطاع الصناعي كذلك، نتكلموا عن تكلفه النقل والشحن واللوجستيك، هذه كلها امور تؤثر بشكل كبير على تكلفه الانتاج. اليوم بدانا منذ نوفمبر من السنه الماضيه ب يعني واحد الانخفاض في هذه الموجة التضخميه، وبالتالي فان هذا الامر سيكون له على الاقل تاثيرين مباشرين. الاول هو ان تكلفه الانتاج بالنسبه للمقاولات كيف ما كانت مقاولات صغيره جدا، صغيره او متوسطه، سوف تعود لمستويات المقبوله، وبالتالي سيكون بامكانهم من ناحيه بيع منتجاتهم ومن ناحيه اخرى ان يذهبوا الى استثمارات ذات قيمه مضافه ليا كبرى. هذا امر مهم جدا. والامر الثاني هو ان القدرات الشرائيه للمواطنات والمواطنين سوف تتحسن مع انخفاض التضخم مع من هنا الى نهايه هذه السنه، وبالتالي يعني سيرتفع عمارات اخرى منسوب الاستهلاك بالنسبه للاسر وبالنسبه للافراد. هذا امر مهم جدا، لانه لا يمكن للاقتصاد الوطني ان ينتعش الا عن طريق يعني ارتفاع الطلب الداخلي بدرجه اساسيه، بالاضافه ان يعني انخفاض تكلفه الانتاج سوف تساعد المقاولات المنتجه نحو التصدير. نتكلم اساسا يعني عن المقاولات الفلاحيه والمقاولات الصناعيه، هذه كلها امور سوف تساعد المغرب، بالاضافه ان انخفاض التضخم من نهايه السنه سيساعد على تنافسيه القطاع السياحي كذلك، وبالتالي هذه الامور سوف تجعل مجموعه من السياح الاجانب انهم يختاروا الوجهه المغربيه باش انهم يجيو يزوروا المملكه المغربيه، وبالتالي هذا انخفاض التضخم سيعطي كذلك هوامش ماليه اضافيه بالنسبه للحكومه، على الاقل كل ما يتعلق بمخصصات صندوق المقاصه، وبالتالي يجعله يعني يعطيها واحد الهامش من المناوره من اجل انها تمشي في اوراش اخرى. نتكلم اساسا عن تشجيع الاستثمار الخاص، وذلك ورش الحمايه الاجتماعيه واوراش اخرى مهمه بالنسبه للاقتصاد الوطني. طيب الأستاذ الجدالي، هناك اليوم مؤشرات كذلك في الاقتصاد العالمي الذي في بعض الدول من بينها المغرب أثبتت نجاعتها وصمودها ومقاومتها كذلك في ظرفية عسيرة جدا. اليوم هناك فرص جديدة للاستثمار، كيف يمكن أن يستفيد من ذلك المغرب؟ طبعا سيدتي الفاضلة، بالنسبة للمعطى الذي نعيش فيه أو الذي تعيش فيه المملكة المغربية في الآونة الأخيرة، إذا حطيناه في السياق العادي ديالو غنشوفوا عندنا واحد معطيين أساسيين. المعطى الأول على المستوى الدولي، عندما نقول أن الدبلوماسية المغربية أصبحت دبلوماسية هادئة، أصبحت دبلوماسية مقنعة، أصبحت دبلوماسية جدية بفعل توجيهات سامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبالتالي فالثمار التي نجنيها من هذه الدبلوماسية وهو يعني الاعتراف يعني مجموعة من الدول بالسيادة الوطنية على مجموع الصحراء المغربية. إذا نتحدث عن هذه السيادة، نتحدث كذلك عن تعزيز مفهوم الشراكات المنتجة والمربحة في إطار تعاون مشترك رابح رابح. إذا في هذه الحالة السياسة التي يذهب فيها المغرب في ظل التوجهات السامية لصاحب جلالة هي توجهات مبنية على الشراكات الاقتصادية. نتحدث عن أكثر من توقيع أكثر من 50 اتفاقية للتبادل الحر مع مجموعة من الدول بتنوعها القاري سواء على المستوى الإفريقي، عندما نتحدث عن اتفاقية التبادل الحر الإفريقي الساحل، نتحدث عن التبادل الحر ما بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث عن تبادل مع دول يعني الدبلوماسية الخارجية يعني وصلت إلى يعني تعزيز صداقات واضحة بدون أي ملابسات، عندما تحدث عن علاقة بين الرباط ومدريد، عندما تحدث عن علاقة بين المغرب وألمانيا. إذا هذا المعطى سيساعد بالأساس، ولاحظنا مؤخرا المنتدى يعني المغرب الإسباني اللي فيه مجموعة من الشراكات بين شركات مغربية تستثمر في إسبانيا أو شركات إسبانية تستثمر في المغرب، وهكذا دول بالنسبة لمجموع الشراكات على مستوى العالم. كذلك على المستوى الإفريقي لابد أن
تستغل يعني كدولة يعني طامحة من أجل أن تعزز تنافسيتها وكذلك مجهوداتها في صلب القارة الإفريقية. نعلم أن مستوى الصادرات بالنسبة للقارة الإفريقية بالنسبة للعالم في على مستوى التجارة العالمي ما كتزاوجش 2% أو ما بين الدول الإفريقية ما كتزاوج 17% في مقابل 68% على المستوى الأوروبي. إذن في هذه الحالة معطيات ومؤشرات تتعطي المغرب فرصة تاريخية حقيقية نظرا للثقة، المصداقية، الجدية وكذلك قناعة السياسة الخارجية على المستوى العالمي. أما على المستوى الداخلي وهذا الأهم، يعني المستوى الداخلي رأينا توجيهات صاحب جلالة المتمثلة في الإقلاع الاقتصادي عن طريق إحداث ما يسمى بصندوق محمد السادس للاستثمار، وهذا عندما نتحدث عن الدور الريادي للدولة المغربية كدولة حامية، كدولة منتجة، كدولة مساهمة في الاستثمار على مستوى الشراكات، يعني شراكة بين القطاع العام والخاص. وعندما تحدث عن صندوق يدعم الاستثمارات المنتجة، عندما تحدث استثمارات في استثمار الطاقة، نتحدث عن استثمار في السياحة، نتحدث عن استثمارات في مجال الهيدروجين، نتحدث عن يعني اللي كيراهن عليها المغرب باش يتجاوز هذه الأزمات ويعطي ما يسمى بعرض مغربي خالص بطاقات مغربية وبمبادرات مغربية وبعلامة صنع في المغرب، يعني تتميز بمميزاتها الثقافية المغربية المحضة. إذن في هذه الحالة نتحدث عن مجموعة من يعني الإجراءات، والأهم من هذه الإجراءات وتعزيز التنافسية للقطاع الخاص باش يوصل في أفق سنة 2035 وفق النموذج التنموي لأن يكون فاعل أساسي في الاقتصاد أو في الاستثمار المغربي. نعلم أن الاستثمار العمومي هو أكثر يعني بأكثر من 300 مليار ديال الدرهم، يتجاوز بأضعاف مضاعفة الاستثمار في القطاع الخاص. إذن في هذه الحالة نراهن على تعزيز تنافسية الشركات الخاصة، والمراهن على تعزيز لابد من إجراءات. ورأينا مؤخرا في إطار ورش ملكي محض وهو ما يسمى بقانون يعني الأجال، يعني ما يسمى بالغرامات في 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 حالة تجاوز أجل دفع الفواتير، عندما تتجاوز أجل 60 يوم بواحد النسب تؤدي إلى الخزينة العامة. طيب سأعود إليك إذا تفضلت الأستاذ دكتور القداري لكي تشرح لنا ما هي قراءتك لكيفية تعزيز هذه المنافسة، لأنها تبدو لي نقطة جوهرية كذلك. أعود الدكتور فيلالي إلى ما أثرته والمتعلق بمشروع عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، ماذا في تفاصيل هذا المشروع؟ هو مشروع الاقتصاد الأخضر اليوم مشروع طموح جدا، مشروع ينبني على تطوير الطاقات المتجددة في المغرب. عشنا واحد التجربة سابقة كانت تتعلق بالطاقة الشمسية، وشفنا كاملين حسب مجموعة من التقارير التقنية أن التكلفة للإنتاج كانت مرتفعة جدا، بحيث أن الإنتاج الكهربائي اللي كان عند يعني المكتب المختص اللي كينتج الماء والكهرباء كان كيعطي واحد التكلفة اللي هي أقل من الإنتاج اللي كيعتمد على الطاقة الشمسية، ما يعرف باللغة الفرنسية بالفوتوفولتايك. وهذه يعني كانت واحد التجربة أولى اللي عطات المغرب خدمنا واحد العبرة، نقولها صراحة خدمنا واحد العبرة باش يستفد، باش يعرف بأن الطاقات المتجددة اليوم أصبحت يعني ليست فقط موضة، ولكن هي واحد الحلقة يعني مندمجة كتنباني على واحد الدراسة موضوعية ديال الطرق ديال الإنتاج ديال العجلة الاستغلالية، وبالتالي أننا ننتجو الطاقة ونوفر الطاقة بواحد التكلفة اللي هي معقولة مقبولة، وتكون أقل تكلفة من الإنتاج ديال الطاقة عبر يعني الاعتماد على الطاقات الأحفورية. وهذا يعني هو الرسالة الكبرى ويعني المسألة الأساسية اللي استفد منها المغرب. اليوم جلالة الملك وقرا في الخطاب ديالو ينتظر من الحكومة يعني تقديم العرض المغربي. العرض المغربي لإنتاج الهيدروجين الأخضر لن يكون سهلا باش نكونوا يعني صرحاء، من الناحية التقنية الشروط ديال التخزين ديال الهيدروجين الأخضر عالية جدا، تعتمد على واحد الدرجة ديال التبريد عالية جدا. التكنولوجيا ديال الانتاج هي واحد التكنولوجيا معقده، خصها واحد التركيز، خصها واحد البنيه التحتيه، خصها واحد المساحات مخصصه. اذا المساله ليست بسهله. ثم العرض المغربي بصفه عامه خصو تكون فيه واحد الجاذبيه، تاخذ بعين الاعتبار يعني المناطق التي ستخصص لانتاج هذا الهيدروجين، كيفيه انشاء المقاولات المختصه في المجال الهيدروجين الاخضر، كيفيه تطوير هذه المقاولات، كيفيه التمويل ديالها واللوجيه ديالها ايضا يعني التمويلات. هذه مسائل اساسيه خصها تضمن في التقرير اللي غادي يتحدث على العرض المغربي اللي خصو يتقدم عند جلالة الملك، وبالتالي بمجرد المصادقه عليه خصو يكون واحد التتبع
ميداني ديال التنزيل ديالو، لان شفنا في التجارب السابقه كانت هناك مجموعه ديال المشاريع الطاقات المتجدده ما تنجحتش كامله، كانت فيها تاخرات، كانت فيها مشاكل كتعلق يعني بالنجاعه ديالها والمردوديه ديالها والتكلفه المرتفعه. وانا تيظهر لي ان هذه فرصه سانحه يعني تحت القياده ديال جلاله الملك باش هذا المشروع الطموح الجديد الهيدروجين الاخضر في اطار التوجه الاستراتيجي الجديد للمغرب ديال الاقتصاد الاخضر، ان تكون هناك واحد الدراسه موضوعيه، واحد التقرير موضوعاتي مبني على امور تقنيه علميه الانتاج ديال الهيدروجين باش نخفضوا التكلفه ديالو، باش تكون المردوديه ديالو ايضا مرتفعه، باش المغرب يمكن له يسوقه. ثم بطبيعه الحال كاين استغلال ديال هذا الهيدروجين الذي سوف ننتجه اليوم. كما تنشوفوا لا زالت الطاقات الاحفوريه تهيمن الاقتصاد الوطني. ملي غنبغيو ننتجوا مثلا يعني واحد المنتوج هيدروجيني اللي غادي تستعمل وغيتسوق في السيارات، اذا من اليوم خصنا نفكروا في البنيات التحتيه، في المناطق ديال التوزيع، في المناطق ديال التسويق، كيفاش اننا غادي يمكن لنا ان هذه المنتوجات هذه نسوقوها ويكون عندنا عربات اللي غادي تستعمل هذا الهيدروجين الاخضر. ثم بطبيعه الحال خصنا نمشيو نحو التصدير. نعم اليوم عندنا عجز ديال الميزان التجاري مهم، لان الواردات المغربيه تهيمن على الميزان ديال الاداءات، ولا زالت الصادرات المغربيه رغم يعني هاد التجليات الكبرى اللي حققها في المغرب، لا في المجال ديال تصدير السيارات، لا في المجال ديال الفوسفات والعائدات ديالو والمشقات ديالو، ولكن اليوم خصنا التنويع، والتنويع بطبيعه الحال كيخفض من هوامش الخطر. وبالتالي مطلوب اليوم ان المغرب يطور واحد المجموعه ديال الصناعات ديالو، واننا نتوجهوا نحو صناعات واعده كتخص الاقتصاد الاخضر، وبالتالي هذا غادي يمكن من تحسين عجز الميزان التجاري، غيرفع من التنافسيه ديال المغرب، وغيكون عندنا واحد التنويع على مستوى الصادرات المغربيه. نعم سيدتي. استاذ الجدري، النموذج التنموي الذي اعده المغرب مازال صالحا في هذه الظرفيه؟ هل يحتاج ربما الى اضافه بعض التعديلات عليه؟ أعتقد بأن المملكة المغربية اليوم لديها خارطة طريقية واضحة، بحيث أن النموذج التنموي الجديد اليوم عندنا فيه واحد الرؤية اللي محددة، اللي هي مضاعفة الناتج الداخلي الخام من نهاية سنة 2035. هذه هي الرؤية اللي عندنا من 2035، ولكن من أجل تحقيق هذه الأمور هناك متغيرات كثيرة طرأت يعني منذ سنة 2020 إلى اليوم، أبرزها أثار جائحة كورونا، وكذلك التقلبات المناخية، وكذلك هذه الأمور المتعلقة بالطاقة. أنا كنظن اليوم يعني الاقتصاد الوطني يحقق أرقام النمو 2-3%، لكنها غير كافية باش أن المغاربة يعيشوا في واحد الأريحية، في واحد الكرامة، ويحققوا واحد مجموعة من فرص الشغل. اليوم عندنا واحد جوج وثلاث تحديات اللي هي اساسيه. اليوم ما بقاش من المقبول ان المغرب اليوم يبقى يعني يعيش مع التقلبات المناخيه ومع سخاء السماء. اليوم اصبح لزاما على المغرب، وقد اكد عهد البياد مرات ومرات كان اخرها في خطاب العاشر، وكان كذلك خلال خطاب يعني الدخول البرلماني للسنه الماضيه، اكد على ضروره يعني ان نقوم بالسياسه للماء. اليوم يجب علينا ان نسرع الخطى، كل ما يتعلق بربط الاحواض المائيه، كل ما يتعلق بمشاريع الكبرى لتحليه مياه البحر، كل ما يتعلق كذلك بمعالجه المياه العادمه، وكذلك يعني ترشيد المياه لا بالنسبه للقطاع الفلاحي ولا حتى بالنسبه للاستهلاك المنزلي. هذا الامر سيجد يجنب المغرب يعني العيش مع التقلبات المناخيه. اذا كانت هناك امطار فمرحبا بها، وان لم تكن فلدينا بدائل اخرى اهمها كل ما يتعلق بتحليه مياه البحر. هذا امر لا بد من الاشاره اليه، لان لكي المغرب يحقق ارقام النمو ديال 5 أو 6 أو 7%، يجب على القطاع الفلاحي ان يساهم ب 2 أو 3%. الامر الثاني المهم جدا هو كل ما يتعلق بالطاقه. المغرب لا ينتج الغاز ولا ينتج البترول، ولا يمكنهم أن يستمر في تحمل فاتورة طاقية تقدر بمئات الملايير من الدراهم. اليوم المغرب سيصبح من هنا إلى نهاية العشرية من مستهلك للطاقة إلى منتج لهذه الطاقة عن طريق مشاريع كبرى، كل ما يتعلق بالطاقة الشمسية والطاقة الريحية. لماذا؟ لأن المغرب لديه مدخرات هائلة من الطاقة الشمسية والطاقة الريحية. يكفي أن نقول بأن المغرب يمكن أن يصنف ما بين فنزويلا ونيجيريا، بحيث أن لدينا
يعني ما يعادل مليون فاصل 64% من النفط ما يعادلها من الطاقة الشمسية والطاقة الريحية. كنظن بأن اليوم لدينا شراكات مهمة مع المملكة المتحدة، مع إسبانيا، مع كذلك مع ألمانيا، مع إيطاليا. هذه الدول سوف تساعد المملكة المغربية في أن يعني أن تذهب بعيدا في كل ما يتعلق بإنتاج الطاقة. كنظن بأن إذا قدرنا أن نتحكم في المياه ونتحكم في الطاقة بإمكاننا أن نحقق نسب من النمو من 5-6-7% التي يتكلم عليها المجتمع الجديد في مرحلة ثانية، لأن هذا الهدف هو خلق الثروة وكذلك خلق مجموعة. الأمر الثالث وهذا لا يشكل يعني حاجة بالنسبة للمملكة المغربية، هو أنه بعد الجائحة تبين بأن مجموعة من الناس لا يتوفرون على حماية الاجتماعية. اليوم ورش الحماية الاجتماعية، طيب سنعود إذا تفضلت لاحقا إلى الحماية الاجتماعية، سننتقل إلى هذه النقطة كذلك. الأستاذ طارق القدالي، أعود إليك فيما يتعلق بالنقطة الحاسمة التي أثرتها، وهو إجراء فاصل في حياة الاستثمار والدورة الاقتصادية، تعزيز المنافسة. هل الترسانة القانونية اليوم متوفرة؟ هل المناخ يساعد على تعزيز هذه المنافسة؟ طبيعة الحال أهم إطار قانوني كما أشرت سيدتي هو الميثاق الجديد للاستثمار. عندما تحدث عن الميثاق هو مجموعة من والقانون الإطار للاستثمار يحدد مجموعة من القوانين التي تم تنزيلها. يبقى مسألة أجراءات هذه القوانين وكذلك كيفية تمويل، لأن كما تعلمين سيدتي أهم هاجس بالنسبة للمقاولات خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة وهي مسألة التمويل، وبالتالي فأي فكرة من أجل بلورتها على أرض الواقع لابد من هاجس التمويل. وكما نعلم أن صاحب جلالة نادى أكثر من مناسبة إلى مسألة تفعيل دور الأبناك يعني في تسهيل تمويل وكذلك دور المراكز الجهوية والاستثمار، المراكز الجهوية والاستثمار، ورأينا مؤخرا كيف تم إصلاحها بإطار قانوني منظم وأصبحت تابعة مباشرة لرئاسة الحكومة. إذن في هذه الحالة نتحدث عن دورها الاستثماري ودورها على يعني جلب الاستثمار سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي. إذن كيفية تعزيز هذه التنافسية؟ أولا نبدأ من منطلق أساسي وهو كيفية إنشاء المقاولات بشكل مبسط وبشكل إلكتروني، ونتحدث عن تبسيط المساطر الإدارية، ونقول بأن الإدارة في إطار مسمى بالشباك الوحيد. نتحدث عن القانون 55-19 عندما يتحدث عن تبسيط المساطر الإدارية، رأينا أن المغرب حاد في خطوة أساسية، خطوة نحو الرقمنة، من عندما تحدث عن الرقمنة وتبسيط المساطر وتبسيط الولوج إلى المساطر الإدارية حتى على مستوى إنشاء الشركات بكيفية إلكترونية. هذا سيسهل كثيرا على الشركات حتى على المستوى الخارجي من خلال إنشاء وتأسيس الشركات. على مستوى أخذ الرخص، هنا ضروري حتى على مستوى رخص الاستثمار، نقول بأن لابد على مستوى الإداري من تبسيط المساطر الإدارية، وكذلك كما جاء في تقرير بنك المغرب وهو محاربة الرشوة. عندما نقول محاربة الرشوة أو تخليق الحياة العامة تنعكس إيجابا على تطور المقاولات وضمان تنافسيتها. نتحدث عن المرسوم الأخير بقانون الصفقات العمومية، نتحدث عن أكثر من 300 مليار ديال الدرهم تكون مفتوحة للمقاولات، وعندما نقول المقاولات من أجل المساهمة في خدمة الدولة باستثمارات ومقاولات عمومية. كيفية ولوج هذه المقاولات؟ لا أظن أن تبقى حكرا على مجموعة من الشركات، لابد من أن يكون الولوج سهل ومبسط بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وكذلك المقاولين الذاتيين والتعاونيات. إذن في هذه الحالة نتحدث عن اقتصاد اجتماعي، لابد أن يكرس الدور الاقتصادي لهذه المقاولات الصغرى والناشئة. إذن نتحدث عن أجل الأداءات، هنا معاناة مجموعة من الشركات اللي عندهم فواتير وما أدياش. الحمد لله هو القانون خرج وتفعل بداية من فاتح يوليوز. عندما نتحدث عن الشركات بدينا اللي عندها يعني رأس مال 50 مليون ديال الدرهم، اللي عندها فاتورة فيها 10,000 درهم خاص إلى متأداتش في الأجال من تاريخ التأخير كتأدي واحد الغرامة لخزينة الدولة. إذا هذه الإجراءات، نتحدث عن الضريبة، هناك إشكال بالنسبة للشركات وتعدد ما يسمى بالقيمة ديال الضريبة على القيمة المضافة، كاين إعفاءات وكاين تخفيضات
هنا نتحدث عن ضرورة مراجعة ما يسمى بالحياد الضريبي، لما كل هذا يعني عندما نتحدث عن شركات تستفيد وشركات لا تستفيد، يعني في هذه الحالة خصنا نأخذ بعين الاعتبار الحياد الضريبي والعدالة الاجتماعية على الجميع. نتحدث كذلك عن إيجاد سوق، هنا نتحدث عن ما يسمى بإنعاش علامة صنع في المغرب من أجل فتح أسواق، وكما جاء في السابق أن المعطى الأساسي هو استغلال السوق الإفريقية، لأن سوق يعني مستقبلية سوق خصبة من أجل إنعاش وانتعاش الاقتصاد الوطني ليكون في مستوى الحدث في الأيام القادمة بإذن الله. طيب القراوي، دكتور القراوي، نصل إلى الحماية الاجتماعية، من المفروض أنه نهاية هذه السنة ستمنح التعويضات الاجتماعية للأسر التي تحتاجها، هل الشروط متوفرة من سجل اجتماعي من إحصائي لهذه الأسر؟ هل التمويل متوفر كذلك؟ هل ستلتزم الحكومة بأجال نهاية هذا العام؟ أظن أن الأمر ممكن، أن المشروع يعني انطلق بواحد الشكل اللي هو جيد. هناك مجموعة من المراسيم التي نشرت بالجريدة الرسمية لتوفر الإطار القانوني. اليوم كنعرفوا أن المهنيين المقاولين الذاتيين كيديروا المساهمة الإجبارية اللي متعلقة يعني بتعميم التغطية الاجتماعية، وهذه المسألة أيضا كتدخل يعني في الإدماج حتى للقطاع غير المهيكل. اليوم كما تنعرفوا القطاع المهيكل كيضيع نقاط ديال النمو مهمة على الاقتصاد الوطني، و يعني الاندماج ديالو في الاقتصاد الوطني سيساهم أيضا في رفع هذه المساهمات، لأن اليوم تنتحدثوا على واحد المبالغ مالية مرتفعة جدا، خصنا نعبئوا واحد يعني واحد الاعتمادات كبيره جدا باش اننا يعني نوفيو الاجال، يعني في نهايه السنه نبداو بهذه التعويضات الاجتماعيه اللي كما شار لها جلاله الملك في الخطاب ديالو ستصون الكرامه ديال المواطن. كيظهر لي يعني هذا اكبر مشروع اجتماعي عرفه المغرب يعني منذ الاستقلال، وهذا المشروع هذا خصو ينجح، لان عنده واحد العنايه ملكيه وحتى تتبع يعني ديال هذه البلاد، والحكومه تظهر لي انها عاطيه الاهميه ديالو، لان كاين العديد ديال الاجتماعات في هذا الاتجاه. تم احصاء الاسر؟ نعم. دكتور القراوي، السجل الاجتماعي جاهز تماما؟ السجل الاجتماعي الموحد على حسب المعلومات التي اتوفر عليها، يعني جهز يعني جميع المراحل اللي كانت خاصها تقوم بها الحكومه راقبت بها. اليوم خاص يعني بطبيعه الحال نجز الاحصاءات المتعلقه بهذه المسائل، ولكن اليوم ملي كنشوفوا المعلومات المحينه واللي حصلت عليها الدوله، لا عبر يعني صندوق الضمان الاجتماعي ولا عبر النظام ديال المقاول الذاتي ولا عبر يعني الغرف المهنيه المختصه اللي كتمتع مجموعه ديال المهن، اذا اليوم خاص فقط تجميع والتحيين ديال هذه المعطيات هذه، زائد المعطيات اللي عند الخزينه العامه للمملكه، المعطيات ايضا اللي عند المندوبيه الساميه للتخطيط، اذا جميع شروط الانجاح متوفره. واليوم يعني في نهايه السنه كيظهر لي بان الدوله عندها كل ما يلزم من اجل يعني اطلاق ورش التغطيه الاجتماعيه، وخير دليل على ذلك ما وقع على المغرب في الظرفيه ديال الكورونا. شفنا يعني شفنا في واحد الظرف قياسي يعني وجيز جدا كيفاش ان كانت هناك تحويلات وكانت هناك تعويضات اللي تعطات المجموعه من الفئات ديال السكان بجميع الاقاليم والجهات ديال المملكه. اذا تفعيل المشروع الى نهايه السنه ممكن جدا، ولكن حذاري من مساله اساسيه جدا، خصنا التعبئه ديال الموارد الماليه، لان شفنا ما وقع في صناديق التقاعد والعجز اللي حنا فيه، هناك اشكاليه كبيره كتعلق بهذه الصناديق، لان مع الاسف وصلنا ان العدد ديال المستفيدين اصبح مهم جدا، وان حتى العدد ديال الناس الناشطين اللي كيساهموا في هذه الصناديق هذه ما بقاتش كتغطي، ما بقاتش كتمكن التمويل ديال التعويضات التي ستصرف، وهذه مساله اساسيه كنتمنى ان الحكومه تنتبه لها، لان جيد تعليم التغطيه الاجتماعيه، جيد جدا التفعيل ديال يعني التعويضات اللي غنبدا تصرف الى نهايه السنه، ولكن اللي اساسي جدا ادماج القطاع غير المهيكل، التحصيل يعني جمع المساهمات الاجباريه والمساهمات الضروريه باش تكون عندنا واحد الاعتمادات ماليه مهمه جدا اللي غادي تمكن بطبيعه الحال من التمويل ديال هذه التعويضات اللي تصرف الى نهايه السنه. نعم سيدي. طيب. أستاذ جدري، أعود إلى ما يتعلق بالنظام الصحي، تعرف تماما أنه مرتبط تماما بورش الحماية الاجتماعية، ولكن القطاع الصحي يعاني من اختلالات كثيرة، هل الإصلاح الذي تمت مباشرته كافي إلى الآن؟ ما هي النقاط التي يجب ومكامن الضعف التي يجب تجاوزها من أجل تنزيل هذا الورش بالصفة التي تليق بما تسعى إليه
المملكة المغربية؟ أعتقد بأن ورش الحماية الإجتماعية ما يمكنلوش ينجح إلا عن طريق واحد العمل كبير اللي خاص يقوم به يعني القطاع الصحي في هذا الاتجاه، لأن هاد الناس المغاربة عندما سيكون توجهون إلى القطاع الصحي لا في قطاع العام ولا القطاع الخاص، ويجب عليه أن يستجيب للحاجيات ديال هاد الناس في كل ما يتعلق بالوجه الخدمات الصحية وكذلك بثمن مناسب. أنا كنظن بأن اليوم عندنا واحد ثلاثة التحديات اللي هي أساسية باش أننا ننجحوا هاد ورش الحماية الإجتماعية على الأقل فيما يتعلق بالجانب الصحي. أولا اليوم يجب علينا أن نواصل المسيرة في إنشاء مراكز استشفائية بمختلف جهات المملكة، لأن الهدف ديالنا هو أن كل جهة تولي عندها واحد مركز استشفائي جامعي من نهاية سنة 2030. هذا أمر مهم جدا، لأن توفر كل جهة على مركز استشفائي جامعي سيساعدها يعني في تقليص التفاوتات المجالية في المجال الصحي، هذا أمر مهم. الأمر الثاني هو كل ما يتعلق بالرأسمال البشري. اليوم عندنا خاصة مهول في أعداد أطباء وكذلك الممرضين والأطر الطبية والشبه الطبية. لا يمكننا أن ننجح ورش الحماية الاجتماعية في يتعلق بالصحة إلا عن طريق يعني تأهيل الرأسمال البشري. اليوم خصنا نكونوا واحد مجموعة من الناس. اليوم قلصنا من عدد السنوات في كليات ديال الطب، اليوم خلقنا كليات ديال الطب أخرى يعني من غير كليات الطب ديال فاس والدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش. اليوم عندنا في أكادير، عندنا في وجدة، عندنا قريبا في العيون. هذه أمور اللي هي مهمة جدا. والأمر الثالث واللي هو أساسي هو أن يجب علينا أن نحيينا التعريفة الوطنية المرجعية. لماذا؟ لكي يكون الاسترداد بالنسبة للناس يعني ذوي الدخل المحلي والطبقة المتوسطة يكون الاسترداد اللي هو مهم. ميمكنش لما واحد السيد يمشي يخلص واحد 1000 درهم أو 2000 درهم يعني في مصحة خاصة كل ما يتعلق يعني بواحد يعني واحد الكونسلطاسيون اللي هي عند طبيب أو يشري الدواء ديالو أو يقوم بواحد التحاليل أو واحد الأشعة، ولكن منين يجيو في الاسترداد؟ لأن التعريفة الوطنية المرجعية ما زالت في مستويات دنيا، غير يعني سوف يتم تعويضه ب 300 درهم أو 400 درهم. كنظن بأن اليوم هذا مجهود كبير يجب على الحكومة أن تقوم بأمور مهمة في كل ما يتعلق بتحيين التعريفة الوطنية المرجعية. هذه أمور أعتقد بأنه إلى سيتم الانفتاح كذلك على القدرات الأجنبية. أستاذ الكداري، صحيح هذا هو امر مهم جدا. المغرب هو بلد اللي هو منفتح لملاك، وعندنا واحد الاطر اخرى. عندنا اليوم عندنا قانون اللي كيسمح بالاستثمار بالنسبه للخواص في كل ما يتعلق بالجانب الصحي، هذا امر مهم. وكذلك عندنا اليوم الامكانيه اننا نجيب اطر اخرى من الخارج. انا كنظن بان اليوم عندنا تحديات ديال كل ما يتعلق بالانشاءات ديال المستوصفات والمراكز الجهويه والمستشفيات الاقليميه. عندنا تحدي ديال الراسمال البشري، والتحدي الكبير هو اللي خاص تقوم به الحكومه بتفاوض مع يعني ارباب المصحات وقطاع العام والقطاع الخاص في كل ما يتعلق بتحيين التعريفه الوطنيه المرجعيه لكي يكون الاسترداد في مستويات مقبوله بالنسبه للمواطنات والمواطنين المغاربه. دكتور الكدالي، أتيت على ذكر القطاع، العلاقة بين القطاع العام والخاص، العلاقة بين القطاع العام والخاص في القطاع الصحي أو في المجالات الأخرى الاقتصادية الأخرى ليست على ما يرام. ما هي الإجراءات التي تراها اليوم ضرورية ليكون تنسيق بين هذين القطاعين الهامين؟ يعني بالنسبة لإدماج القطاع الخاص ليكون فاعلا يعني ذو قيمة يعني مضافة في الاقتصاد الوطني، فمسألة بادرت يعني أو تم بلورتها مع القانون سنة 2016 وهو الشراكة بين القطاع العام والخاص. وعندما نقول شراكة بالقطاع الخاص هي شراكة متقدمة من أجل تفعيل دور القطاع الخاص. وكما نعلم أو تعلمين سيداتي بأن الدولة في المفهوم الأساسي أنها يعني تحتوي جميع المرافق الاستراتيجية، الصحة، التعليم، ولكن مع التطور أصبحت بعض المرافق العامة إما في إطار ما يسمى بقانون الخوصصة منذ سنة 1993 الذي أصبح يدبر أو يتم يعني تغييره إلى أو يتم تحويله الى القطاع العام، القطاع الخاص عفوا. شفنا مساله ديال التدبير المفوض عن طريق تدبير مجموعه من المرافق العامه من طرف القطاع الخاص وتحت مسؤوليه القطاع الخاص، ولكن يعني تحت مراقبه الدوله والمجموعات الترابيه.
رأينا بأن في إطار قيمة أو مفهوم جديد للتعاون المشترك باستثمارات مشتركة وكذلك بتدبير مشترك ومسؤولية مشتركة، المفهوم الجديد للشراكة بين القطاع العام والخاص. إذن عندما نقول الشراكة خاصة في القطاعات الاستراتيجية، ولاحظنا إبان الجائحة تم التوقيع أمام صاحب جلالة نوع من الشراكة في القطاع الصحي بين شركة صينية وشركة مغربية وبين وزارة الصحة من أجل يعني إنشاء مصنع في بن سليمان اللي كنتكلموا على الصناعات البيوكيماوية. عندما نتحدث عن التلقيحات نتحدث عن رغبة المغرب في سيادة دوائية بأكثر من 500 مليون ديال دولار، إذا نتحدث عن استثمارات منتجة ضروري من إنشاء ما يسمى بعقد شراكات بالقطاع الخاص من أجل تقوية الشراكة وكذلك من أجل القدرة على تدبير القطاع الخاص. ولاحظ أن أهم حل بالنسبة لإصلاح التعليم ولا إصلاح الصحة والنهوض به، وهو كما جاء في القانون الإطار لا على مستوى يعني الاستثمار لا على مستوى إصلاح المنظومة الصحية، وهو تعزيز الشراكة بالقطاع الخاص والعام حتى يتمكن من توفير ما يسمى بالسيادة الدوائية وكذلك السيادة اللقاحية والسيادة الصحية في بلادنا إلى جانب السيادة الاقتصادية. دكتور قداوي، في كل هذا ما الذي تحتاجه المقاولات اليوم؟ اليوم المقاولات المغربية تحتاج بطبيعة الحال لدعم تقني، دعم تقني يتعلق بالأساس بولوجية الصفقات العمومية والطلبات العمومية، وهذا أساسي جدا. اليوم ملي كنشوفوا الصفقات اللي عندها واحد الشروط تقنية عالية جدا، كترتكز على واحد الجودة على واحد الخبرة مهنية عالية جدا، وكتبقى المقاولات الصغيرة والمقاولات المتوسطة لا تتوفر عليها، وبالتالي مع الأسف لا تستطيع أنها يعني تدخل لهذا المجال ديال هذه الأسواق هذه، وبالتالي تطور من طرق الاشتغال ديالها وتكبر من الحجم ديالها تصبح مقابلة متوسطة وكبيرة. إذن الأساسي اليوم هو الدعم التقني، الدعم يعني فيما يتعلق بالعلم وبالمعرفة باش نسمحوا لهذه المقاولات هذو يولجوا لهذه الأسواق ولهذه الصفقات العمومية الكبيرة جدا، وغادي تمكنها من أنها تطور سلاسل الإنتاج ديالها لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الخارجي فيما يتعلق بالتصدير. ثم كيبقى الجانب الكلاسيكي اللي ديما كنتحدثوا عليه واللي تحدثنا عليه عدة مرات في البرنامج ديالكم، وهي الجانب التمويلي. اليوم خصنا تمويلات مبدعة، تمويلات يعني كتعتمد على يعني واحد السلاسة واحد البساطة واحد الولوجية. شفنا في التجارب السابقة المنتجات المالية كانت كاملة، ضمان الأكسجين، ضمان إعادة التشغيل حتى البرنامج الانطلاقة رغم الضمانة ديال الدولة اللي كانت معطية عن طريق صندوق الضمان المركزي. الأغناط كانت تبحث عن ضمانات شخصية وعن تحجر عن السجل التجاري للمقاولات، وبالتالي كان بطء في معالجة الملفات، كانت مجموعة يعني ديال الملاحظات اللي ما كتخليش المقاول يحصل مباشرة على التمويل، كيمشي كيدير الملف وبالتالي المرة الثانية عاوتاني كنعاود نعطيو ملاحظة ثانية. إذا ما كانش هناك أيضا حتى الموضوعية والسرعة في معالجة الملفات. كنتمنى أن في الإطار ديال هذه الديناميكية الجديدة اللي تلقاها يعني صاحب الجلالة، وكنتمنى يعني في إطار يعني ديال هذه إعادة التشغيل اليوم اللي كيعيشها الاقتصاد الوطني، اليوم نسبة التضخم انخفضت، الركود التضخمي أصبح يتراجع، هناك رغبة في الإقلاع الاقتصادي، تحويلات مغاربة الخارج مهمة جدا، هناك حركية اليوم مع الصيف فيما يتعلق بالخدمات والقطاع السياحي، وبالتالي العائدة سوف ترتفع. كنتمنى أن هذه المؤشرات كاملة تكون إيجابية جدا وتأخذ بعين الاعتبار من أجل شكرا. إطلاق تمويلات بنكية سلسة تسهل المقاولات وتمكنها من الاستفادة من هذه المبالغ المالية للاستثمار والإنتاج ديالها في سلاسل الإنتاج وتناسب هذه المرحلة. شكرا جزيلا لكم الدكتور يوسف القراوي على كل ما تفضلت به، شكر موصول كذلك للدكتور طارق القدالي وللدكتور محمد شدريش، كنت سعيدة باستضافتكم، شكرا جزيلا لكم، شكرا لكم مشاهدين على المتابعة، نلتقي بخير بإذن الله.